يعني بقى لنا فتره في هذا المنوال زي ما بيتقالوا وبننفذه بشكل احترافي. امبارح تحديدا انطلقت كمان منافسات بطوله العالم للشباب والشابات للخماسي الحديث تحت 17 و19 سنه، ده كان على ملاعب الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندريه، هتستمر لغايه 20 سبتمبر وهيشارك في البطوله 271 لاعب ولاعبه، فاحنا بنتكلم برضو في رقم ضخم في ظروف الكارثه العالميه اللي بعض الدول المتقدمه عننا يمكن بكتير جدا هي تخاف او تخشى ان هي تستضيف بطوله بالعدد ده من انحاء العالم كله بيجي ويشاركوا، واحنا لما نيجي نتكلم ان احنا قدها، لا احنا قدها والحمد لله ما بيبقاش عندنا اي كوارث او اصابات او مشاكل بعد كمان لما بنستضيف هذه البطولات. طيب احنا بنتكلم في 271 لاعب ولاعبه بواقع 146 لاعب و125 لاعب من 27 دوله. الحقيقه خلال كمان الفتره اللي فاتت يعني الاتحاد الخماسي الحديث برئاسه كابتن شريف العريان قرر ان هو يستضيف باستضافه مصر يعني لبطوله العالم الخماسي الحديث وللشباب والشابات زي ما احنا عارفين، بعد ما نجح هنا او نجحت مصر تحديدا في كسب ثقه الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، ده بعد التنظيم الرائع. بقى نرجع شويه، ده نتاج ايه؟ ده بعد التنظيم الرائع اللي حدث خلال الاربع بطولات اللي استضافتهم مصر خلال الاشهر الماضيه، منها بطوله مثلا او بطولتي عالم العالم للكبار وبطوله العالم للليزر ران وبطوله العالم للناشئين، وبتعد هنا بطولة العالم للشباب والشابات تحديدا هي البطولة الخامسة اللي بتستضيفها مصر، واللي هي بيتقال عليها يعني البطولات المهمة جدا، من البطولات اللي فيها برضو بيبقى رانكينجز حلو قوي. ده كله هيثبت ايه في الاخر؟ هيثبت ان مصر دولة اكيد رائدة وقد الثقة زي ما بيتقال في ظل هذه الكارثة العالمية زي ما بيتقال. فخلينا نفرح، خلينا عندنا دايما ثقة في بلدنا ان احنا نقدر ننظم بطولات عظيمه جدا وبطولات دوليه كبيره جدا، وده اللي حصل. فاعتقد ده برضو ان احنا نتكلم يعني فكره ان مصر تنجح في تحدي هذا الفيروس وكمان اقامتها لكم او لهذا الكم من البطولات الدوليه، ده يعتبر انجاز تاريخي وللاتحاد كمان المصري الخماسي الحديث، خاصه ان احنا برضو لو هنتكلم تحديدا اول مره بيحدث في تاريخ الخماسي الحديث ان دوله بتحصل على تنظيم خمس بطولات عالم في عام واحد، خمس بطولات عالم في عام واحد، يعني أعتقد دي سابقة بتحدث لأول مرة في تاريخ اللعبة.